استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الهيئة العامة للمواكب الحسينية برئاسة السيد أحمد محسن بن سلوم رئيس الهيئة، وذلك للسلام على جلالته بعد انتهاء موسم عاشوراء، شاكرا ومقدرا جلالته للمسؤولين على إدارتهم للأمور على أكمل وجه، خدمة للمذهب الذي هو معروف في البحرين منذ مئات السنين. وقد رفع رئيس وأعضاء الهيئة إلى المقام السامي أصدق مشاعر الوفاء والولاء وأسمى معاني الاعتزاز لصاحب الجلالة قائدا ورائدا وعاهلا حكيما، معربين عن خالص الشكر وعظيم الامتنان ووافر الامتنان والعرفان إلى جلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية الكريمة لمختلف الأجهزة الحكومية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات خلال مناسبة عاشوراء، مما أسهم في إنجاح هذه الشعائر. وقد نوه صاحب الجلالة حفظه الله بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية في إحياء هذه المناسبات الدينية وما تبديه الهيئة من تعاون وتنسيق متواصل وبناء مع الجهات المختصة للإعداد والتنظيم احتفاء بهذه المناسبة. وأكد جلالته خصوصية هذه المناسبات وترسيخ مبادئ التعاون والإخاء بين جميع أبناء مملكة البحرين تحت راية وحدتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية، معربا جلالة الملك المفدى عن شكره لجميع القائمين على إحياء هذه المناسبة الدينية على جهودهم الطيبة وحسن التنظيم. وخلال اللقاء أعرب العاهل المفدى عن الفخر لما تنعم به البحرين من حرية كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية دون أي شعور بفرقة أو تمييز، منوها جلالته في هذا السياق بالخصوصية التي عرفها المجتمع البحريني منذ عقود طويلة وتعايشت عليها الأجيال، والمتمثلة في حرصه على احترامه للتنوع الديني والمذهبي وحماية نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية. وأكد جلالته بأن البحرين ستظل بإذنه تعالى واحة أمن واستقرار ووطن التعايش والأمان لجميع أبناء شعبها ومن يعيش على أرضها الطيبة المعطاءة. وخلال اللقاء ثمنت الهيئة العامة للمواكب الحسينية حرص واهتمام عاهل البلاد المفدى حفظه الله على ضمان انعقاد كافة فعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وإصدار التوجيهات السامية سنويا وعلى جاريا على العادة إلى كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة بأن ينعقد الموسم بما يليق بقدسيته من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الحكومية على أكمل وجه ودون أدنى تقصير، ومتابعته الشخصية لأن تسير كل الأمور الخدماتية والأمنية على أفضل وجه وتذليل أي صعوبات وتحديات قد تكون عارضة. واعتبرت الهيئة لقاء عاهل البلاد المفدى برئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية دليلا على حرص واهتمام جلالته واطمئنان منه على كافة الأمور المتعلقة بإحياء فعاليات ذكرى عاشوراء سنويا، وهو خير دليل على إيمانه المطلق بالتعددية والتسامح والتعايش الديني بين مختلف أطياف المجتمع، والتي وثقها في دستور مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، مؤكدة على تأييد خطى العاهل السامية نحو التمسك باللحمة الوطنية على كافة المستويات. وأبدت الهيئة تأييدها لتبني القيادة الحكيمة توجيهات سامية على رأسها بث روح التماسك ونبذ الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وحث كل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لتقديم الخدمات فيما يخدم الوطن والمواطن وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وهو ما رفع راية مملكتنا الغالية خفاقة عاليا وجعلها من إحدى الدول الموجودة على خارطة العالم التي تتميز بالتنوع المختلط الذي تشوبه الألفة. كما رفعت الهيئة العامة للمواكب الحسينية إلى جلالة الملك المفدى رسالة تضمنت الإعراب لجلالته عن اعتزاز جميع منتسبي المآتم والمواكب الحسينية لما قدمه جلالته من رعاية دائمة حفرت آثارها في كل ضمير تجسدت بمواقف جلالة الملك المفدى وباطمئنانه على كافة الأمور المتعلقة بإحياء فعاليات ذكرى عاشوراء سنويا، وهو خير دليل على إيمان جلالته المطلق بالتعددية والتسامح والتعايش الديني بين مختلف أطياف المجتمع، والتي وثقها دستور مملكة البحرين ضمن مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي
الذي أمن للوطن العديد من المكاسب التي تحققت ولا زالت تتحقق بوتيرة متسارعة ومتوازنة. كما أكدت الهيئة العامة للمواكب الحسينية في رسالتها: إننا نؤكد لجلالتكم عن تأييدنا لجميع توجيهاتكم السامية الداعية نحو التمسك باللحمة الوطنية على كافة المستويات. فقد قامت هذه الهيئة عبر تاريخها المديد وبمشاركة العديد من رجالات البحرين فيها بأدوار تاريخية مشهودة وموثقة وموثقة، وكانت دائما في الجانب المنحاز للوطن الواحد الموحد والأسرة الوطنية المتضامنة والمتكافلة والشعائر الحسينية الخالصة من كل ما يعكر صفو الوطن والعقيدة والرسالة الحسينية الخالدة، وهي رسالة العدالة والتسامح والمحبة والإيثار والفداء.